هادي دابا راه العسل حر مزيانه، هادي راه ديال الزبل، هاد العسل هادي ها، وديروها يا بنياتي راها مزيانه للمعده، راه ما كنعطيكمش الحاجه اللي ما جربتهاش. السلام عليكم بنياتي خواتاتي، داخل الوطن خارج الوطن، كي درتو؟ لاباس لاباس عليكم. دابا بنياتي جاتكم واحد الوصفه زوينه ومجربه 100%، راه ما كنوريكمش بنياتي الحاجه اللي ما غاديش نجربها انايا، واحد الوصفه ديال المعده، اللي عنده المعده كضرو كدير ديك الحموضه ولا ديك القرحه. جبت لكم واحد الوصفه درناها جربناها عاد كنديرها معاكم. عندنا هنا بنياتي الخروب، ها هو مطحون، ها هو راه مطحون بنياتي انتي، وعندنا العسل الحر، عسل حر نيت ديال الجبال، وها هو يا بنياتي الخروب اللي ما طحنت، ها هو اللي ما كيعرفوش هو هذا، هانتوما كتشوفوا راه مزيان بنياتي المعده، اللي كضرو بزاف المعده ديالو كديري ديك القرحه ولا الحموضه، يديرها بنياتي غير هذا الخروب هذا، ها راه مخير المعده. راني كنعطيكم وصفه يا بنياتي، يحاسبني الله، راه اللي درنا اللي حاجه اللي درنا حنايا كنقولها لكم، انا ما غاديش نقول لكم الحاجه اللي ما درتش. هاي كتكون عندك هذا الخروب هذا مطحون، كديري القياس اللي غادي تاكلي واحد السيمانه، عاوتاني تعاودي عاوتاني شري وديري، فين ما تلقاي المعده ديالك دارك ديري يا بنيتي غير الخروب هذا مخير، وتايد ضرب المعده كيداويها، والمصران الكبير حتى هو مزيان ليه، والعسل الحر كنشدوه هكا، هذا الخروب المطحون كنشركوه مع العسل الحر، كديري القدر اللي غادي تاكلي، ما ديريش بزاف، ها هو مطحون ومغربلك بسم الله، كتخلطيه مزيان الى خص عاوتاني كنزيدو. ها انتما كيجي، ها كيجي زوين، وتبقاو تشربوها بنياتي الصباح قبل الفطور، ومعلقه كبيره قبل الفطور، وعاوتاني معلقه كبيره فاش تكونوا ناعسين، غير يشربوها غير كلوها بنياتي، باش تبغيو تنعسو، واخا كانت لبس سمحوا ليا، باش تبغيو تنعسو كلوا معلقه هكايا، ها كلوها فاش تبغيو تنعسو، وفي الصباح فاش تبغيو تفطروا قبل الفطور ديروها بنياتي معلقه وكلوها، هي قبل الماكله غير ديروها، هادي راها مجربه ومزيانه للمعده، راها مخيره يا بنياتي، حقاش هاد الخروب هذا ملي كتاكليه كيجمع الفم ديال المعده، راها زوينه بنياتي، غير ديروها وربي ينزل الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، وربي يشافيكم. دابا بنياتي غادي نزيد شويه حيت راه شويه باقا جايه شويه، غادي نزيد بنياتي واحد المعلقه، خلطو ما يجيش قاصح بزاف، ما يجيش عاوتاني جاري بزاف، كنخلطو مزيان، وكديروها فشي قرعه هكا دجاج اولا، باش ما ديروش حاجه د الميكا، ديروها في ديال الدجاج، هانتوما كتشوفوا فاش تخلط. وباقي يا بنياتي عاوتاني نشارك معكم واحد الوصفه ديال المعده، حتى هي النبق، راه دابا ندير معكم الفيديو ديالها، حتى هو النبق حتى هو مخير يا بنياتي المعده، تيكون مطحون وكتشركي حتى هو مع العسل الحر، ما ديروش العسل الاخرى، ديروا العسل الحر مزيانه، هذيك اللي هذه دابا راه العسل الحر مزيانه، هذه راه ديال الجبل، هاد العسل هادي ها، وديروها يا بنياتي راها مزيانه المعده، راه ما كنعطيكمش الحاجه اللي ما جربتهاش، هذه مجربه ومزيانه، ما كتبقاش ديك المعده ضارك، ما تبقاش تعطيك داك سوي داك الحماض، وما كتبقى عندك الحريق، غير كديري هادشي كتبقى هاد الوصفه هادي مخيره، هاد الخروب هذا مخير المعده، غير ديروها بنياتي والكمال على الله، وحده الله يشافيها. وهاد النبق دابا نشاركو معاكم عاوتاني، نحط واحد الفيديو ديالو، غير مشيت عند العشاب باقي ما جابوش، مني غادي نجيبو عاوتاني ونشارك معاكم بنياتي الفيديو ديالو، ونوريكم الطريقه ديالو، حتى هو بحال هكا تا هو ديروه، عندكم الخروب ديروه، عندكم داك النبق ديروه، طريقه كيف وتا هو زوين المعده. ويا بنياتي كون وحده الله يشافيها، اللي مريض الله يشافيه، واللي مات الله يرحمه ويوسع عليه ضيقات القبور، واللي ما حاملهاش بنياتي الله يعطيها الدريه حسنه من صلبها، واللي بعيده الله يلاقيها مع احبابها. وباقي غادي نشارك معكم الوصفه ديال الحمل، فيها جوج حوايج،
باقي غادي نقولها لكم ابنياتي، وتابعوا القناه ديالي وبارطاجوها مع الحباب ديالكم، وكتعجبوني ملي كتكتبوا لي فداك الكومونتير، ولا بناتي كتفرحوني، ربي يفرحكم من عنده. كما كتدخلوا عندي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى، وهاد العواشر كل وحده الله يعطيها ما كتمنى في قلبها، كل وحده الله ينقي طريقها من الشوك، الله يحلي كلامها، واللي ما مجوجاش الله يجوجها. ديروا لي جيم وبارطاجيو القناه مع الاحباب ديالكم ومع العزاز، وديروا لي بارطاجيو بنياتي، وديروا لي جيم جيم، وشكرا عليكم.